الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن التقديم في الكليات والمعاهد العسكرية 2019-2020. التقديم في الكليات والمعاهد العسكرية 2019-2020، طبعا الكلام ده أنا كاتبه على الموقع بتاع علاء الدين المعلومات، الموقع برضه ده خاص بالقناة. يحاول الكثير من الطلبة الانضمام إلى الكلية الحربية، لذا قد يهمهم التعرف على شروط الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، وهي الكليات التي تقبل حاملي الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وكذلك الدبلوم الثانوي الصناعي. وقد صدق القائد العام للقوات المسلحة فريق أول محمد زكي على قبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2019-2020. هنتكلم من خلال الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ازاي نسحب الملف عشان نقدم في الكليات والمعاهد العسكرية، وشروط الالتحاق بيها، والإضافة للتخصصات والشهادات المطلوبة لكل كلية وكل معهد على حدة. دلوقتي هنتكلم عن الكلية الحربية. شروط العامة للقبول في الكلية الحربية وكليات والمعاهد العسكرية: يحاول كثيرون الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية إلا أن عدد قليل يتمكن من الانضمام. ليه؟ لذا فقبل سحب الملفات والتقديم يجب التأكد من أن الشروط العامة للقبول تنطبق عليك. طيب نبدأ في الموضوع أو الشروط من أولها. يجب أن يكون الطالب لأبوين مصريين والجنسية غير مكتسبة، يعني يكون مصري، كما يجب ألا يكونوا قد تقدموا لحصول على جنسية أخرى. ده الكلام ده المقصود به الأبوين. الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويجب أن لا تتجاوز الفترة التي مرت على حصول الطالب على الشهادة الثانوية أكتر من سنة. يعني في خلال سنة بتقدم بالشهادة بتاعت الثانوية العامة اللي انت واخدها أو ما يعادلها، إلا إذا كان مقيدا بإحدى الجامعات أو الكليات. بيكون حسن السير والسلوك، وألا يكون محكوما عليه في عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرع. ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج، كما يلتزم المتقدم بعدم الزواج طول فترة الدراسة. يجب ألا يكون سبب إعفائه من الخدمة العسكرية عدم اللياقة الطبية. يجب أن لا يكون قد سبق واستقال أو تم فصله في أي كلية أو معهد عسكري لا يقل الطول بالنسبة للذكور عن 170 سنتي، وذلك لجميع الكليات. أما الجوية فالحد الأدنى للطول هو 158 سنتي. الجماعة دي شروط لازم تكون متأكد منها وتكون واضحة بالنسبة لك. طيب شروط اللياقة للقبول في الكلية الحربية: بعد التقديم في الكليات والمعاهد العسكرية بيتم تحديد مواعيد اختبارات، يعني انت هتقدم وبيتحدد معاك مواعيد الاختبارات، والتي يجب ان يتم او ان يجتازها المتقدم طبقا للشروط التالية: اجتياز شروط اللياقة الطبية والتي يقررها الكوميسيون الطبي، وفي حالة لم يتمكن الطالب من اجتيازه لا يحق له الخضوع لاختبار مرة أخرى في نفس السنة. يعني أنت ليك تروح الكوميسيون الطبي يتعمل لك اختبار كوميسيون طبي. طيب ما اجتزتوش يبقى ما ينفعش في نفس السنة. اجتياز اختبارات اللياقة البدنية، وفي حالة عدم اجتيازها لا يجوز للطالب إعادة الاختبار في نفس العام. يعني هتخش تعمل اختبار لياقة بدنية ما اجتزتوش ما ينفعش في نفس السنة تتقدم تاني. اجتياز اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة، والتي تكون من ارتفاع 7.5 متر
وفي هذا الاختبار المهم فيه هو عدم التردد وتنفيذ الأمر في مدة لا تتجاوز 3 ثواني. قال لك اقفز هتقفز. اجتياز الاختبارات النفسية، اجتياز اختبار المعلومات العامة وهي عبارة عن معلومات متعلقة بجمهورية مصر العربية، اجتياز كشف الهيئة والتي تتضمن اختبار العرض الطبي والتحاليل الطبية. عنوان الكلية بقى بالتفصيل: القاهرة مصر الجديدة طريق صلاح سالم أمام مطار الماظة. طيب مواعيد سحب ملفات الكلية الحربية وباقي الكليات العسكرية 2019. بدأ سحب ملفات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية 1 يوليو، ويستمر سحب الملفات حتى 15 أغسطس القادم، وعلى أن يكون آخر موعد لسحب ملفات الكليات العسكرية هو 24 أغسطس المقبل. يعني بدأت من 1 يوليو 2019، بيستمر سحب الملفات لحد 15 أغسطس. بعد كده آخر ميعاد لسحب الملفات الكليات العسكرية يوم 24 أغسطس القادم. يبدأ العمل في مكاتب التنسيق الخارجية عقب انتهاء حفل التخرج الدفعة 113 والكليات العسكرية الأخرى التي تعادلها، وعلى أن يتم سحب الملفات من مكاتب التنسيق التالية. في عندك عناوين لمكاتب التنسيق اللي ممكن تسحب منها ملفات: القاهرة، فين؟ مصر الجديدة، الكلية الحربية، العروبة، المطار أمام اسم النزهة، اسكندرية، المكاتب الفرعية بنادي الفتح الاجتماعي بقيادة المنطقة الشمالية. نقول تاني: المكاتب الفرعية بنادي الفتح الاجتماعي بقيادة المنطقة الشمالية اللي هي في قسم المنتزه أبو قير الغربية، واللي في أسيوط مكتب أسيوط بقيادة المنطقة الجنوبية، مكتب أسيوط اللي بقيادة المنطقة الجنوبية. طيب الأوراق المطلوبة للالتحاق بالكلية الحربية وباقي الكليات والمعاهد العسكرية: يجب السعي في إحضار الأوراق المطلوبة لأن تلك العملية قد تستغرق بعض الوقت، وأهم تلك المستندات: نمرة 1، القيد العائلي للوالد، القيد العائلي للجد أو لجد الوالد، يبقى أول حاجة قيد عائلي للوالد، قيد عائلي لجد الوالد، القيد العائلي لجد الوالدة، موقع تنسيق القبول بالكلية الحربية والمعاهد العسكرية. كما يمكن الدخول على موقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية اللي أنا سايب لك اللينك اللي هو الأزرق ده، ممكن تدوس عليه وتخش على الموقع، والذي يوفر جميع المستندات المطلوبة، طريقة الحصول عليها وأماكن استخراجها. كلية حربية التنسيق ثانوي عام وأزهري حد أدنى 70%. يا جماعة الكلام دوت لازم تبقى مركز فيه. الحربية ثانوي عام وأزهري حد أدنى 70. المعهد الفني للقوات المسلحة ثانوي عام حد أدنى 60%. ثانوي صناعي حد أدنى 75%. ده بالنسبة للمستندات وأماكن الاستخراج. ده الكليات والتنسيق بتاعها. المعهد الفني للقوات المسلحة ثانوي عام حد أدنى 60%، وثانوي صناعي حد أدنى 75%. الكلية البحرية ثانوي عام وأزهري حد أدنى 70%. الدفاع الجوي، كلية الدفاع الجوي ثانوي عام وأزهري 95%. كلية الطب القوات المسلحة ثانوي عام وأزهري الاثنين 95%. كلية الفنية العسكرية ثانوي عام وأزهري 92%. قد أكدت القوات المسلحة من خلال صفحة المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة على جميع المتقدمين للقوات المسلحة عدم الانسياق وراء ادعاءات بعض الأشخاص المنتحلين صفة عمل بالقوات المسلحة وقيامهم بالادعاء بمساعدتهم في اجتياز الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالكليات والمعاهد، وتؤكد القوات المسلحة على عدم الانسياق
وراء تلك الادعاءات لعدم الوقوع ضحية لأعمال النصب والاحتيال، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن تلك الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. دي صفحة المتحدث الرسمي قالت الكلام ده، محدش يا جماعة ينساق وراء ادعاءات بعض الأشخاص المنتحلين صفة عمل بالقوات المسلحة وقيامهم بالادعاء بمساعدتهم في اجتياز الاختبارات المؤهلة للالتحاق بكليات والمعاهد العسكرية. وبتؤكد القوات المسلحة عدم الانسياق وراء تلك الادعاءات لعدم الوقوع ضحية لأعمال النصب والاحتيال، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن تلك الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. طيب نيجي بقى نخش للتقديمات بتاعت الكليات. الكلية الحربية، الكلية الحربية هي إحدى الكليات التابعة للقوات المسلحة، وموعد سحب الملفات من الكلية الحربية 7 يوليو 2019 المقبل، ومدة الدراسة بها 4 سنوات دراسية و3 سنوات ميلادية يعني. ويدرس الطالب بها علوم عسكرية أساسية وعامة، علوم إنسانية، أساسيات علمية هندسية. تقبل الكلية الحربية الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية وكذلك الشهادات المعادلة لها للقسم العلمي والأدبي، ولكن يجب ألا يقل المجموع عن 70%، ألا يزيد السن في 1 نوفمبر اللي جاي 2019، 1 نوفمبر 2019 21 سنة. يتم منح درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية، كما يمكنه الحصول على ماجستير العلوم الهندسية ويمكنه الحصول على الزمالة ودرجة الدكتوراه. أماكن سحب ملفات الكليات الحربية، مواعيد سحب ملفات الكلية الحربية تبدأ من 1 يوليو وعلى أن يكون آخر موعد 24 أغسطس، وسعر سحب ملف الحربية هو 200 جنيه، بينما تتراوح مصاريف الكلية الحربية بين 6000 و 7000 جنيه وهي مصاريف سنوية يتم دفعها للطلاب. ويمكنك أيضا التعرف على مصاريف الجامعة، الجامعات الخاصة وجميع كليات التخصصات الهندسية والطبية والعلوم التطبيقية. زار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الكلية الحربية صباح اليوم، وجاني أكثر من رسالة إلى طلبة الكلية الحربية، وذلك بالتزامن مع قرب موعد حفل تخرج الكلية الحربية 2019. وجاءت الكلمة على النحو التالي، ودي احنا منزلها في، ودي موجودة في الفيديو. تمام، في برضو هنكمل بقية الشروط بتاع التقديم في الكلية الحربية للثانوية العامة برضو في نفس موقع علاء الدين المعلومات، الثانوية العامة والأزهرية والفنية. هنتكلم هنا عن شروط أن يكون الطالب مصري من أب وأم مصريين، ألا يكون من أيا من أقارب الدرجة الأولى أو الطالب شخصيا متقدمين للحصول على جنسيات أخرى. أن يكون، دي الشروط للكلية الحربية، أن يكون حاصل على الشهادة الثانوية في العام الحالي أو الماضي 2018، أن يكون قد أدى الحد الأدنى للقبول في الكليات اللي هو يتم تحديد تنسيق الكليات الحربية، ده اللي هو اللي احنا قلناه اللي هو 70%، أن يكون الطالب مقيد في أحد الكليات والمعاهد، أن يكون حاصل على الشهادة الثانوية منذ عام، أن يكون قد صار نجاحا في السنة الدراسية المقيدة بها سواء كانت الثانوية العامة أو أولى كلية، أن يكون للطالب حسن السير والسلوك، وألا يكون قد فصل تأديبيا في أي عام مضى، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بالفعل في جريمة جنائية أو مخلة للشرف، ألا يكون الطالب متزوج أو سبق له الزواج أو يجب عليه ألا يتزوج طول مدة دراسته في الكلية الحربية، اجتياز اختبارات القدرات والاختبارات العامة للقبول. القدرات يجب أن يتم اجتياز بنجاح وتفوق، ما فيهاش إعادة. اختبار قفزة الثقة من ارتفاع 7.5 ما فيهاش إعادة برضو. اختبارات نفسية ما فيهاش برضو إعادة. اختبارات معلومات عن مصر، كشف الهيئة، كشف الطبي. التنسيق قلنا على يحصل على مجموع ما يوازي 70%،
من الثانوية الأزهرية والفنية وما يعادلها، ويجب أن يزيد سن المتقدم مهم جدا عن 21 سنة في 1 نوفمبر 2019. الملف يتم سحب الملف في تقديم الكليات الحربية عن طريق بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتقدم، ويجب أن يكون الطالب بنفسه حاضر لشراء الملف ب 200 جنيه. ويجب أن يكون المتقدم، معلش احنا أنا آسف أنا كتبته مش مظبوط، ويجب أن يكون المتقدم مرتدي للملابس مناسبة مع حلاقة الشعر والدقن. شروط سحب الملفات الكلية الحربية والفنية: تقبل الكلية الفنية العسكرية الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية علم رياضة فقط، وأيضا طلاب شهادة الثانوية والأزهرية والمعادلة علمي، بشرط أن يكون الطالب قد تحصل في مادتي الفيزياء والرياضيات على 70% فأكثر، وألا يزيد سن في 11 على 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 92%. يبقى يكون معدي 70% فأكثر في الفيزياء والرياضيات، ويكون سنه ما يعديش 21 سنة 11، وانه تكون النسبه المئويه لمجموع درجاته 92%. ده بالنسبه للفنيه العسكريه، وقلنا الكليه الحربيه 70%. نرجع تاني نكمل نخش بقى الكليه البحريه. تقبل الكليه البحريه الحاصلين على الثانويه العامه والثانويه الازهريه القسم العلمي فقط علوم ورياضيات بالشروط التاليه: الحصول على أكثر من 70% من مادة الرياضيات، ألا يزيد السن عن 21 سنة في 11، إجادة السباحة إجادة تامة. مدة الدراسة في الكلية البحرية هي 4 سنين، يقوم فيها الطالب بدراسة المواد التالية: علوم عسكرية عامة، علوم إدارية وإنسانية، علوم بحرية تخصصية. بعد دراساته تلك المواد يحصل الطالب على درجة البكالوريوس في الدراسات البحرية، كما يتم منحه شهادة ربان تاني، ومتاح للطالب استكمال دراسته والحصول على الزمالة ثم الدكتوراه. نخش على الكلية الجوية. الكلية الجوية مدة الدراسة بها 3 سنين، بيقوم فيها الطالب بدراسة المواد الدراسية التالية: علوم عسكرية عامة، علوم إدارية وإنسانية، علوم الطيران وملاحة الجوية. بعدها يحصل الطالب خريج الكلية الجوية فرع الطيران على بكالوريوس الطيران وشارة الطيران، أما فرع الملاحة فيحصل على بكالوريوس الملاحة الجوية وشارة الملاحة الجوية، ويمكن للخريج استئناف دراسته للحصول على الزمالة والدكتوراه. تقبل الكلية الجوية حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية سواء القسم العلمي أو الأدبي، ولكن بشرط ألا يقل المجموع عن 65%، ألا يزيد السن في 1 نوفمبر عن 22 سنة. كلية الفنية العسكرية: يدرس الطالب في الكلية الفنية العسكرية لمدة 5 سنين، يدرس فيها الطالب المواد الدراسية التالية: علوم هندسية، علوم إدارية وإنسانية، علوم عسكرية عامة. بعدها يحصل الطالب على بكالوريوس الهندسة ويسمح له باستكمال دراسته للحصول على الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه في أحد الفروع الهندسة التالية، وهي ميكانيكا، كهرباء، كيمياء، مدني، عمارة. تقبل الكلية الفنية العسكرية الحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة ذكور فقط، ولكن قسم علمي رياضيات فقط. يعني بيقبلوا ثانوية عامة، ثانوية أزهرية، شهادات معادلة ذكور فقط، قسم علمي رياضيات فقط، وبشرط هي أن لا يقل المجموع في مادتي الفيزياء والرياضيات عن 70%، ألا يقل المجموع عن 92%، أن لا يزيد السن في 1 نوفمبر القادم عن 21 سنة. معلش كان في خطأ أنا وده رابط الكلية الفنية العسكرية، والذي يمكنكم من خلال التعرف على أقسام الكلية العسكرية وجميع التفاصيل الخاصة بالنظام الدراسة والأنشطة والدرجات الممنوحة للطلبة. شروط القبول في كلية الدفاع الجوية: تقبل كلية الدفاع الجوية الحاصلين على الثانوية العامة الدفاع الجوي الأزهرية فقط، والشروط هي أن لا يقل النسبة المئوية عن 70%،
أن لا تقل النسبة المئوية في الفيزياء عن 70%، أن لا يقل المجموع الكلي عن 85، أن لا يزيد السن في 1 نوفمبر القادم 21 سنة. خش على كلية الطب بالقوات المسلحة. شروط القبول في كلية الطب بالقوات المسلحة: تقبل كلية الطب بالقوات المسلحة الذكور فقط من الحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وما يعادلها قسم علمي، علمي علوم، وفقا للشروط التالية: ألا يقل المجموع الكلي عن 95%، ألا يزيد السن في 1 نوفمبر عن 21 سنة، مدة الدراسة 6 سنين يدرس فيها الطالب علوم طبية، علوم إدارية وإنسانية، علوم عسكرية عامة. بعدها يحصل الطالب على شهادة إتمام الدراسة العسكرية ودرجة البكالوريوس في الطب والجراحة. يمكن للطالب استكمال دراسته العليا في كليات الطب في مختلف الجامعات المصرية وحصوله على الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه. شروط أما بقى شروط القبول في المعهد الفني للقوات المسلحة: يقبل المعهد الفني للقوات المسلحة التخصصات التالية: الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية القسم العلمي رياضيات وعلوم، الحاصلين على دبلوم الثانوية الصناعية نظام 3 سنين و5 سنين، دبلوم التعليم المزدوج التابع لوزارة الحربية، معهد الدون بوسكو اللي هو تخصصات الميكانيكا والكهرباء، الحاصلين على شهادات أعلى في مجالات الهندسة والتكنولوجيا. ويتم الاختيار بناء على استيفاءات الشروط التالية: ألا يقل المجموع لطلبة الثانوية العامة عن 60%، أن لا يقل المجموع لطلبة الثانوية العامة الصناعية عن 75، يعني ثانوية عامة 60%، ثانوية صناعية 75، ألا يزيد السن في 1 نوفمبر القادم 21 سنة بالنسبة للثانوية العامة والأزهرية والصناعية نظام 3 سنين، يزيد السن في 1 نوفمبر القادم 22 سنة الحاصلين على دبلوم الثانوية الصناعية 5 سنين، ألا يزيد السن في 1 نوفمبر القادم عن 23 المقيدين بالدراسات العليا ومدة الدراسة فيها 2 عامين باستثناء الثغرة التي يتم فيها تأهيل الطالب علميا وعسكريا. في بعض الأسئلة الشائعة الخاصة بالكليات والمعاهد العسكرية هنحاول نحن نقول لكم عليها برضو من ضمنها أسئلة شائعة. السؤال اللي هو: ما هي الشهادات المعادلة للثانوية العامة التي يتم الإشارة إليها في التنسيق؟ الشهادات المعادلة تعني اللي هي إيه؟ معادلة المستوى العلمي لشهادة الثانوية العامة، وتعني أنه ينطبق عليها ما ينطبق على الثانوية العامة من حيث عدد المواد الدراسية، وأحيانا نضطر إلى امتحانات المعادلة لاستيفاء المواد المؤهلة للكلية التي يرغب الطالب للالتحاق بها. ومن ضمن الشهادات المعادلة اللي هي مثلا زي الدبلومة الكندية، دبلوم الكلية الأمريكية. ويمكنك التعرف على المزيد من عن الشهادات المعادلة للثانوية العامة من خلال رابط تنسيق كليات والمعاهد الموجودة بتاعت وزارة التربية والتعليم. هل يمكن التقديم في الكليات والمعاهد العسكرية بشهادة الدبلوم التجاري أو دبلوم السياحة والفنادق؟ الإجابة لا، دبلوم الصنايع فقط يمكنه التقديم في المعهد الفني التابع للقوات المسلحة. وشكرا، وأرجو أن أنتم تكونوا استفدتوا وأن احنا نكون غطينا الموضوع من أوله لآخره اللي هو التقديم للكليات والمعاهد العسكرية 2019-2020. وشكرا.